السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبين تي في بالقايد على اليوتيوب. اليوم ما شاء الله غادي ندير لكم واحد الكوم بالكشكاشة. كنحتاجو هاد الطرف هذا هو اللي غنديرو به الكشكاشة اللي كتجينا في الوسط ديالكم. وكنعبرو هاد الطرف هذا كله كنعبروه هنا متر وخمسين جميتر وثلاثين سنتيم. يعني جميتر وثلاثين سنتيم قد قدر تصور لكم جوج كمام، فهمتوا؟ جوج متر وثلاثين سنتيم ديال هاد الطرف تقدر تصور لكم جوج كمام. هذه هي الفكرة اللي بغيت نوصل لكم. يعني متر وخمسطاشر سنتيم غتصور لكم. كنشدو هاد الطرف هذا في خمسة سنتيم ديال العرض. الطرف هذا كنقطعو فيه خمسة سنتيم ديال العرض ديالو، وكنجيو لديك خمسة سنتيم وكنديرو له لوغلي بهاد الطريقة على واحد. من بعد ما كتسرجيوها وداكشي كديرو له لوغلي بحال هكا، كتنيوها على واحد لأن عندها سرجي مسرجي هاد الطرف هذا أنا. ونتمنى الفيديو يعجبكم وتفاعلوا مع هاد الفيديو هذا، لأن طريقة بسيطة وسهلة. كنوريكم هاد الكشكشة اللي كتجي في الوسط ديالكم. نتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. هاد الطرف هذا ملي هاد الباندا ملي خيطنا هاد الجهة هادي، دابا غادي نجيو للجهة التانية لأن كتنيه مع هاد الجهة ومع هاد الجهة، كتنيه بحال هكا عاوتاني كدير لوغلي على واحد. كيف متنية الجهة الأولى كتنية الجهة اللي قبلتها باش كتجي تنية هي هذيك. هذيك هي اللي كتجي من الداخل اللي كنلصقو هاد الباندا، كتجي هاد الخياطة كتجي من الداخل، كتجي على الكم من التحت، ما كتجيش باينة. أنا نوريكم الطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن لك تصاوبي هاد الكشكاشة في الكم سهلة. يمكن لك تصاوبها في عباية، في فستان، في أي حاجة، شي كسواكة كتلبسيها كتعجبك ديريها في الكمام. المهم أنا كنوصل لك الفكرة، ولا كنوصل لكم الفكرة بسيطة وسهلة. من بعد ما خيطنا هاد الباندا، أنا قلت لكم الكم جوج متر وثلاثين سنتيم غتخدم لكم جوج كمام. هذه هي الباندا ديالنا. كنجيو للماكينه كنحطوها في الوسط، كنرخفو هاد الرضاعه هادي باش نديرو بها الكشكشه، وهاداك ديال كسي ديال الغرزه كنرجعوه للرقم خمسة. كنوقفو في حد الرقم خمسة وكنمشيو كنخدمو بحال هكا، وكنخدمو في الوسط ديال هاد الباندا هادي. كلشي كتخدمو شوية عليكم، كطلق الماكينة في هكا بشوية وكتمشي كتخدم عادي، كتمشي كتخدم تا كتساليها. من بعد ما سالينا هاد الباندا، كنجيو كنقطعو هاد الخيوط كنقطعهم بعادين، والخيط اللي بديت كنديرو له دوك اريط مكرطوها مزيان، باش ما نجرب بحال هاد الطريقه هادي ما يخرج لناش هذاك الخيط من بدينا في البدايه. كنمشيو كنديرو بحال هكا، كنجرو غير واحد الخيط لان عادو جوج خيوط، كنجرو غير واحد هو اللي كيعطينا هاد الكشكاشه بحال هكا. وكتمشي كتصاوب بحال هكا وكتقيس على الكم ديالك، الا جاتك قد الكم كتلصقها. هانتوما كتشوفو هاهي جاتني قاد لكم، وبقى لي طرف خور شايط، لأن باش قلتلكم أنايا هاد جوج متر وثلاثين سنتيم غتخدم لكم جوج كمام. يعني متر وخمسطاشر سنتيم غتخدم في كوم، متر وخمسطاشر سنتيم والطول ديال الكوم فيه خمسة وخمسين سنتيم، ستة وخمسين سنتيم. من بعد ما صوبنا الكشكاشة غنجيو لكم بحال هكا، وغنديرو لاطراس في الوسط ديالكم بالطباشير
باش يمكن له يتحيد. لو تحيد بغيت تحيد هذا الطباشير تحيدو، كنديروه في الوسط ديالكم، كنقسم لكم على جوج بحال هكا وكنديروه في الوسط ديالو باش نلصقوا هذه الكشكاشه هذه، وانتم غتشوفوا الشكل ديالها النهائي. دابا غنشد بحال هكا الماكينه الابره، غنحطها في ديك الاطراس فين حطيت الاطراس في ملي كنت كنطراسي، وكنجي كنفتح هاد الكشكاشه، كنفتحها بحال هكا كنفتحها، وكنحط الابره في وسطها، وكنخيط على داك الخياطه اللي خيطت في الاول ملي كنت كنخيط الباندا، لان دوزت الخياطه في الوسط. دابا عاوتاني غندوز الخياطه على داك الخياطه اللي خيط في الاول، باش كتجيني الكشكشه مقاده في الكوب. وانت غادي كتخدم وانت كتحل بيديك بحال هكا، كتحل باش كدوز لك الماكينه باش ما تجيكش الكشكشه في شكل في شي بلاصه. حاول تساعد معاها وتمشي تخدم غير بشويه عليك، وانت غادي كتخدم وانت كتقلب على الاطراس ديال الطباشير فين حط فين درتو، باش ما تجيكش عوجه في الكوب. خصك تجي كيما حطيت الاطراس ديال الطباشير تجيب عليا هاد الكشكاشه يجي فوق الاطراس، باش ان شاء الله يكون لكم رائع ورائع جدا. غادي كنخدمو هكا، كنحلو ديك الكشكاشه شويه من هنا وشويه من هنا، وكنقلبو على الخياطه اللي خيط في البدايه، وكنمشي كنخدم عليها. هذه الطريقه بسيطه وسهله، ونتمنى يكون الشرح كنشرح لكم داكشي يكون واضح. واللي ما فهمش الفيديو يحاول يخلي لي تعليق وانا غنجاوب، خلي كومونتير وانا غنجاوب، جاوب اختي ولا خويا باش ما كان. تحياتي لجميع الناس اللي كيتبعوا تي في بالقائد من طنجة القويرة، والجالية المغربية المقيمة في الخارج، وجميع الدول العربية اللي كيشاهدوا تي في بالقائد كنحييكم، والجالية العربية كذلك اللي في أوروبا وفي أمريكا وفي جميع الدول في العالم، جميع الدول العربية كنحييكم. وكنمشيو كنخدمو بحال هكا، كنقلبو على داك الطباشير، وكنفتحو الكشكاشة بصبعنا بحال هكا. خصكم تحاولو ما تهربلكمش، هي معدبة شوية ولكن غير تخدم لكم الأول. أكيد أنا كنقول أكيد غادي تجيك ساهلة بواحد الطريقة، تبقى غير كضحك وتقول ويلي واش هادي كانت كتخوفني هاد الطريقة. طريقة بسيطة وسهلة، كنمشيو كنقدو بحال هكا، وكنخيطو على الخياط اللي خيط في البداية، لأن هي اللي عطيك الديريكسيون، هي اللي عطيك الخط اللي غتباع، باش ملي كديرها في الكوم وكتخيط عليها وكتخيط الكوم وكتمونطي البياسة ولا كتمونطي العباية ديالك ولا شي حاجة، ملي كتلبسيها في الكوم كتجيك مطلوق هكا في الوسط ديالكم. كنمشيو كنخدمو بحال هكا، كتخدمو بشويه عليكم، ما تزربوش ما تعصبوش، يكون عندكم شويه الخطر، غير البدايه خصك شويه في الخطر غير في البدايه، وان شاء الله ملي تبدا تخدمها وتعاود وتعاود غاتجيك ساهله ساهله بزاف. هذا هي الطريقه، هي قربنا نساليوها. حاولوا تخيطوها الخياطة اللي خيط في البداية في الوسط ديال هاد الباندا، وعاد درت لها ديك الكشكاشة، جريت ديك الخيوط، ديك الخياطة هادي خصكم تخيطوها. حنا دابا ساليناها، هانتوما شوفوها كي جات، ونشوف لعجبكم الفيديو، قول لعجبكم الفيديو، شجعونا تنتوما بالتعليقات ديالكم، باش ديما ان شاء الله نحط لكم الجديد، والحاجه اللي كتكون باقا جديده نحطها لكم في القناه. وهذا هو الهدف ديالنا، هو كل شيء يستافد. كنقطعوا هذه ملي لصقناها، ملي سالينها كتجي ليا وكتطلقها من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وكتخيط عليها باش ما باش باش تشد الديريكسيون ديالها. عاوتاني كنجيو للجهه من هنا، عاوتاني نفس الطريقه، كن
بحال هكا كنقدوها بصبعنا وكنديروها كاريتمو وكنخيطوها باش ملي تجي تجمع لكم ولا تلصق لكم في العباية ديالك تكون هذاك المشكل هذاك حيدتو عليك باش تخيط عادي تلصق لكم عادي ولا تمنطيكم عادي. هادي كشكشة ديالنا ديال الكوب هانتوما كتشوفو كي جات هي هادي. دابا غادي نجيو غادي نجمعو نديرو لوغلي للكوم عفوا نديرو لوغلي للكوم نديرو لوغلي بحال هكا وغنقدو هاديك الكشكشة بيدينا غنقدوها حتى هي نتنيوها لداخل باش تبقى الخدمة مونضية مزيان مفيهاش ميكونش لي ديفو في الخياطة. من بعد ملي درنا لوغلي للكم نفمو الكم على الطريقة ديال لوغلي دابا غنجيو غادي نجمعو الكم وغنشوفو ان شاء الله الشكل ديالها النهائي كيف طلعت هاد الكشكشة في الكم. نتمنى الفيديو يعجبكم وتحياتي لجميع الدول اللي كيشاهدوني الدول العربية والجالية المغربية المقيمة في الخارج وجميع المغاربة من طنجة للقويرة كنحييكم. هادي هي الكم ديالنا وكنخدمو هكا بهاد الطريقة هكا. ونتمنى يكون الشرح ديالي واضح. بزاف الناس كيسولوني على الصوت ما عرفت انا المشكل ديال الصوت كيفاش. الصوت مصاوب الصوت مزيان ولكن ملي كنصنت انا الفيديو كنلقى الصوت هو هذاك والناس يقولوا لي علاش الصوت ديالك ضعيف بزاف ما فهمتش انا والله ما فهمت. انا كنتفرج في الفيديو ديالي كنشوف الصوت ديالي عادي ما ماشي بعيد الصوت كما كيقولوا شي واحدين تيقول لك الصوت ديالك بعيد. هذه هي الكشكشه ديالنا ها هي درتها انا على يديا في الكم. نتمنى الفيديو يعجبكم طريقه جي سهله وبسيطه. وهذا الفيديو هذا كان هدي لجميع محبين تي في بالقايد قناه ديالي على اليوتيوب. هذه هي الطريقه انتما شفتو كي جا. نتمنى الفيديو يعجبكم وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعيدكم مبارك سعيد على جميع المسلمين يا رب.